أنا للكتابة إذا كان الصوت واضح. الحمد لله. طيب اليوم نحن أظن توقفنا المحاضرة الماضية، فقط أحاول أن أحدد أين توقفنا. سجلت ممتاز ممتاز. طيب العوامل التي تحدد مركز وقوة كل من البائع والمشتري في المفاوضة عن تحديد وقت الشراء. طيب موضوع أين يصنع وقت الشراء؟ تحديد وقت الشراء، أين يصنع وقت الشراء؟ طيب هنا يعني موضوع أين يصنع وقت أين يوقت الشراء، خلينا نحكي، هو يصنع قرار توقيت الشراء المقصود. تمام، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب موضوع توقيت الشراء، هذا القرار أين يصنع؟ هنا السؤال. طبعا يجب أن نفرق هنا ما بين منظمة صناعية ومنظمة نعم إيش السؤال؟ ما فهمت. طيب على كل يجب أن نفرق هنا بين منظمة صناعية وتجارية. في المنظمة الصناعية يصنع التوقيت وفقا للمادة العلمية في إدارة الإنتاج. طبعا لو بدنا نتعمق أكثر، صحيح أنه يصنع في إدارة التسويق، وإدارة التسويق تبلغ إدارة الإنتاج بكميات الطلب المتوقع، وبناء عليها إدارة الإنتاج بتحدد خطط الإنتاج، بتجدول عملية الإنتاج مشان تلبي الطلب المتوقع. وبتزودنا إدارة الإنتاج بكشوف أو كشوفات للمواد الخام وغيرها من المواد اللي بتحتاجها في العملية الإنتاجية. ولكن لا بأس يعني نمشي زي ما بدها المادة العلمية، وبنحكي إنه مباشرة نحن نأخذ من إدارة الإنتاج. واضحة هذه النقطة أعزائي؟ تمام. أما في المنظمة التجارية يعني اللي بتشتري سلع لإعادة بيعها، هنا المقصود تشتري سلع زي مثلا على سبيل المثال البقالات والسوبر ماركتات، ما بتصنع هذه، منظمة مشروع تجاري يشتري لإعادة البيع. فهون إدارة المبيعات أو إدارة التسويق هي اللي بتحدد توقيت الشراء المناسب. نعم. مباشرة. لأنه ما في إدارة إنتاج. في جميع الأحوال من يتخذ القرار وليس يصنعه. يجب أن نفرق ما بين اتخاذ القرار وصناعة القرار. اتخاذ القرار هي مرحلة من مراحل صناعة القرار، آخر مرحلة. نعم، اتخاذ القرار يتم من خلال إدارة جهاز المشتريات أو جهاز الشراء. ففرقنا ما بين صناعة القرار واتخاذ القرار. صناعة القرار في المنظمة الصناعية يتم من خلال إدارة الإنتاج وفقا للمادة العلمية، وفي المنشأة التجارية يتم من خلال إدارة المبيعات أو التسويق. واتخاذ القرار في كل الحالات يتم من خلال جهاز الشراء. طيب نيجي للشراء بالسعر المناسب. نعم، موضوع صناعة القرار
يعني هذا الموضوع يتطلب تحديد الاحتياجات وجمع المعلومات، عملية طويلة آخرها هي اتخاذ القرار باختيار الاختيار. الصناعة تتم عندنا هنا في إدارة الإنتاج، أما اتخاذ القرار بأي يوم بأي تاريخ. طبعا بدي أنوه لنقطة، إنه إحنا أساسا لما نتخذ توقيت قرار كجهاز شراء، نحن كجهاز شراء عندما نتخذ قرار توقيت الشراء نتخذه بناء على خطط الإنتاج، نشوف كم بدهم ينتجوا هذا الشهر، ونوقت المشتريات بحيث أنها تيجي المواد في الوقت اللي بحتاجوا فيها إدارة الإنتاج. نعم. بالنسبة للسعر المناسب، ننتقل الآن للسعر المناسب. الشرح يا وجدان بناء على سؤال زميلك من عندي. ماذا يقصد بالسعر المناسب؟ هل يقصد بالسعر المناسب هو السعر الأقل؟ طيب، هو الصحيح مش بس الجودة، مش بس الجودة، مش فقط ليس فقط الجودة، هنالك مجموعة من المتغيرات أو العوامل أو الاعتبارات، سميها ما شئت، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى نقرر هل هذا هو فعلا السعر المناسب ولا لا. لا، كقاعدة عامة كلنا بنحب ندفع أقل سعر، كقاعدة عامة كلنا ما بنحب ندفع سعر عالي، بنحب ندفع أقل سعر ممكن. شريطة ألا يؤثر على العوامل أو الاعتبارات الأخرى، ما يكون على حساب أمور أخرى. زي إيش؟ زي اللي ذكرتوها قبل قليل اللي هي الجودة. بتعرفوا كقاعدة عامة إنه كل ما زادت الجودة زاد السعر. فإذا كان إحنا طبيعة منتجنا بتطلب جودة عالية، لا نستطيع مشان إنه نشتري مواد ذات جودة أقل بسعر أقل لأنه سعرها أقل. ملزمين عنا إن نشتري الجودة اللي بنحتاجها حتى لو سعرها غالي. أيضا شروط السداد وشروط التسليم، نعم سنأتي لها يا نهى. شروط السداد شروط التسليم، زي ما بتعرفوا أنتم إنه إذا بتدفع كاش بكون السعر أقل مما لو بدك تقص التقسيط. برضو التسليم، إذا التسليم في محل البائع ولا في محل المشتري؟ طبعا في محل البائع بيكون السعر أقل لأنه أنت راح تتحمل تكلفة النقل زي ما شرحنا بالمثال العملي السابق. بينما إذا كان تسليم محل المشتري فالسعر بيكون أغلى، لأنه أنا كبائع بدي أنقل لك البضاعة، فبدي أحملك تكاليف نقل، بدي أزيد السعر. في كمان الكمية، وأنتم تعرفوا إنه كل ما زادت الكمية اللي بتشتريها كل ما حصلت على سعر أقل للوحدة الواحدة. أيضا خدمات ما بعد الشراء، خدمات ما بعد الشراء أعزائي تشمل زي إيش مثلا؟ خدمات ما بعد الشراء زي إيش؟ مثل إيش؟ صحيح، تركيب، صيانة، قطع الغيار، التدريب والاستشارات اللي بتتم كلياتها بعد ما تتم عملية الشراء. هذه إذا كانت أنت محتاجها وبتطلبها من المورد راح يزيد عليك السعر. وبالمناسبة يعني إحنا هون بنحكي عن سوق صناعي، معظم الشركات بتحتاجها وبتطلبها. طيب، طبيعة السوق من حيث ظروف العرض والطلب، إذا كان العرض أكثر من الطلب بكون السعر أقل، إذا كان الطلب أكثر من العرض
يكون السعر أقل. ما هي مصادر الحصول على الأسعار؟ كيف يعني أريد أن أشتري مواد، كيف أحصل على الأسعار؟ كيف أعرف أسعارها؟ حدد الأسعار السائدة في السوق لهذه المواد. هلا بختلف من مادة إلى أخرى، بدي أحدد شو الصنف اللي بدي أشتري. هل هو صنف له سوق عالمي معروف؟ زي على سبيل المثال كثير من المنتجات الزراعية كالقمح والسكر، بالإضافة إلى البترول والمعادن، هذه لها أسواق عالمية. إذا بدك تعرف أسعارها على الإنترنت بإمكانك تدخل بأي لحظة وتشوف كم سعر برميل النفط على سبيل المثال، أو طن القمح، أو المعادن كالذهب والفضة. نعم تشمل الصيانة يا سارة، صحيح تشمل الصيانة. طيب الآن يعني بصراحة شتتونا، يعني في طلاب كثير بيسألوا وأنا تشتتت. نعم موضوع جديد. طيب في حد عنده سؤال أعزائي؟ طيب إذا قلنا اتفقنا إنه حتى نحدد مصدر الحصول على السعر السائد لصنف معين، نحدد طبيعته أول شيء. هل هو صنف له سوق عالمي؟ وذكرنا الأصناف اللي لها أسواق عالمية. وفي عندنا الأصناف النمطية أو الستاندرد بسموها بالإنجليزي، ستاندرد القياسية أو النمطية. هاي عادة بتكون متشابهة متجانسة، وبالتالي بإمكاننا نحصل من أي مندوب مبيعات، من أي مندوب من مندوبين تبعون الموردين، بحكي لك كم الأسعار أو بتطلب قائمة أسعار. وبإمكانك تجي أيضا دراسات اقتصادية وسياسية وتشوف تأثيرها على الأسعار السائدة، ممكن إنه تزيد أو تنقص. في أصناف إحنا بنطلبها بمواصفات خاصة فينا إحنا، مش موجودة في السوق. فممكن يكون بس الأرز هو من أظن بالأسواق العالمية بشرى. ما عندي خبرة في سوق الرز بصراحة، ولكن في قطع غيار بتكون ستاندرد موجودة عند الكل. فهاي يعني بإمكانك من أكثر من مورد تشتريها. أصناف أي من أي أي صنف متشابه من أي شخص تشتري، يعني خلينا نقول الورق اللي بتغلف فيه السلعة، الورق لأن الشنط فيها تعقيد، الشنط فيها تعقيد، نحكي ورق التغليف، ورق التغليف ستاندرد، يعني ما بكون متجانس إلى حد كبير. الكلوريكس مثلا، صحيح التنظيف للتنظيف، تنظيف الأرضيات في المصانع وما إلى ذلك، متجانس. طيب الأصناف المواصفات الخاصة هاي إحنا بدنا إياها تتصنع أو على حسب احتياجنا الخاص، ما بينفع الموجود الستاندرد هذا، لازم تتكيف على احتياجنا الخاص. عادة من الشركات بتحدد بالضبط شو اللي بدها إياه وكيف بدها إياه، وبتضع شروط وبتنزل مناقصة، طرح مناقصة، بعض بسميها منافسة، إنه والله أنا بدي مثلا هاي المادة بالشكل الفلاني، بالكمية الفلانية، بالجودة الفلانية،
على من يجد في نفسه الرغبة والقدرة على توفيرها يتقدم بعرضه. فبستطيع من خلال العروض اللي قدمت لي أن أحدد الأسعار، وبعدها ممكن ألجأ للمفاوضة. المفاوضة تعرفوا أنت المفاوضة عبارة عن لقاء سواء مادي أو عبر الهاتف أو على الإنترنت بين المشتري والمورد أو من ينوب عنهم، نسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف خاصة بنا نحن والمورد. نعم، سموها مكاسرات. نعم، المفاوضة السعرية، المصطلح الشائع خلينا نحكي الشعبي إلها المكاسرة. كيف نحدد من الأقوى؟ قوة كل من البائع والمشتري في المفاوضة. في مجموعة عوامل بتحدد، منها إنه إلى أي مدى في سلع بديلة. إلى أي مدى في سلع بديلة؟ إذا كان موجود سلع بديلة كثير، شو بالنسبة للسعر بكون؟ نعم، أقل، لا يكون مرتفع، لأنه إذا غليته علينا بنلجأ للبديل. يعني على سبيل المثال بنروح لغيركم. نعم، يعني مثلا على سبيل المثال قطار الرياض ان شاء الله بعد فتره بجهز، اذا غليت اسعار السيارات بنلجأ للقطار، بتزيد قوتنا احنا. نعم، برضو الى اي مدى انا قادر اني اصبر على السلع؟ هل عندي مخزون كافي منها ولا لا؟ إذا عندي قدرة على إني أصبر لفترة زمنية أطول بتزيد قوتي، بضطر إنه ينقص السعر. زي على سبيل المثال أعزائي، في بعض الدول لما مثلا سعر القهوة يرتفع بشكل كبير الناس بتبطل تشتري قهوة. طبعا هم بيحبوا القهوة بس يعني قادرين انهم يصبروا، فبضطر المنتجين يخفضوا السعر. برضو السوق، هل هو سوق مشترين ولا سوق بائعين؟ في سوق المشترين يكون حجم الطلب اقل من حجم العرض، يعني ما يعرض في السوق من المادة اعلى من المطلوب، وبالتالي بكون السعر اقل، يعني انت موقفك افضل كمشتري. بينما اذا كان الطلب كبير والمعروض قليل فبكون البائع في موقف افضل، وبالتالي السعر بكون عالي. طيب، طبعا المفاوضة السعرية ما بتكون اعتباطية، يجب ان يتم الاعداد والتحضير لها. نحدد اهدافنا ونجمع معلوماتنا ونختار مين اللي يروح، مين اللي يفاوض. طبعا هذا يجب ان يكون شخص مؤهل عنده معلومات كافية حتى يستطيع انه يفاوض البائعين. نيجي الان لطبيعة وظيفة التخزين. طبعا التخزين بيمكننا من تحقيق عدة منافع. تعرفوا انتم درستوا إدارة إنتاج وإدارة تسويق وإدارة مواد، هاي الآن في إدارة تخزين، هي إدارة المواد تشمل النقل والتخزين أيضا. طيب الآن وظيفة الإنتاج بتحقق منفعة، وظيفة التسويق بتحقق منفعة، وظيفة النقل والتخزين أيضا بحققوا منافع. وظيفة الإنتاج هم اللي بيشكلوا لك السلعة، بيكونوا لك إياها، بنسميها منفعة شكلية تكوينية. وظيفة التسويق هي اللي بتوصل لك، بتجعلك تتملك السلعة، البيع. هون المقصود البيع، المبيعات.
انه انا بستحوذ على السلعه، بتنتقل ملكيتها من الشركه البائعه الى المشتري، يا الشركه المشتريه، فتصبح ملكها، تنتقل ملكيتها. وظيفه النقل اللي هي المنفعه المكانيه، تنقل من مكان الى مكان. وظيفه التخزين المنفعه الزمنيه، انه انا بستخدمها بالوقت اللي بحتاجها عند الحاجة، موجودة عندي لما أحتاجها هي موجودة. فهون وظيفة التخزين، وظيفة تعنى بتسليم وحفظ الأصناف المختلفة بالمستودعات أو المخازن لحين طلبها من الجهات المستخدمة، ويتم صرفها ومراقبتها وإعداد وحفظ ما يرتبط بها من نماذج وسجلات ومستندات. طيب، إذا دعونا نلخص أهداف وظيفة التخزين. هم هدفين، هدفين في جانب، إحنا بالهدف الأول بدنا نوازن ما بين ورود الأصناف، معدل ورود الأصناف ومعدل الطلب عليها من الجهات الطالبة حسب احتياجاتها. فهي ندير العملية، ندير عملية ما بين، أخذتوها كنظام مفتوح أنتم، الانبوتس هون المدخلات ورود الأصناف والمخرجات الطلب عليها خروجها من المستودع إلى الجهات الطالبة. فهذه النظام هذا بدنا نديره بممارسة وظائف الإدارة. وأيضا من أهداف وظيفة التخزين أن نحقق وفورات اقتصادية من خلال إيش؟ أن نقلل قيمة الاستثمار في المخزون. تعرفوا الاقتصاديين بيحكوا إنه يجب أن لا يكون هنالك مخزون. الاقتصاديين عندهم مقولة إنه المخزون خطأ ويجب أن لا يكون هنالك مخزون. ما لازم ما نحتفظ بمخزن. إيش رأيكم بالكلام هذا؟ بحكي ليش؟ سألتي ليش شيء؟ بقول لك إنه أنت يعني لما طبعا لما تحط مليونين ريال في مخزن وتشتري كمية كبيرة من المواد وتخزنيهم، انت جمدتي مبلغ كبير كان بامكانك تستثمريه وتحققي من خلاله ارباح لو حطيتيهم بحساب بالبنك بتاخذي عليهم فوائد، بدل ما تجمديهم بمبنى وتجيبي مواد وتقعدي تخزنيها لفتره طويله. فهم يعني بتدفع تكاليف تخزين وبتدفع تكاليف ممكن كمان تقادم وتلف، وبتدفع تكاليف تجميد رأس المال. طيب اوكي، فشو رأيكم بمقولة الاقتصاديين؟ نعم، هم نظريا هم الاقتصاديين كل كلامهم يعني بالنظر صحيح، بس بالواقع العملي مش صحيح. يعني احنا لولا ما احتجنا المخزن ونخزن فيه ما عملنا، وكمان شوي راح نوضح ليش، راح ارجع لهذا الشيء. ولكن على كل، احنا مع ذلك لما يكون عندنا مخزون نسعى دائما الى تقليل تكاليف المخزون من حيث قيمة المستثمر وتكلفة التخزين وتكلفة التقادم والتلف. نعم، لأنه لا نستطيع في كثير من الأحيان أن لا نحتفظ بمخزون. وظيفة التخزين بتستلم الأصناف، بتوفر بيئة مناسبة لتخزينها، تصرفها للجهات الطالبة، وبتوثق العملية كاملة، بتسجل بيانات أول بأول، بتجري الدراسات طبعا. ما هي أنواع المستودعات؟ أنواع المخازن؟
في عندنا يعني طبعا انت بتعرفوا ايش الاشياء اللي بنخزنها، بنخزن ممكن مواد خام، ممكن آلات، معدات، أجهزة، قطع غيار، مستلزمات إنتاج، مستلزمات تشغيل، أشياء عديدة نخزن في المخازن. طيب المستودعات نستطيع أن نصنفها لثلاث أنواع: مستودع الاستلام، هذا المستودع أول ما تصلنا البضاعة لازم يشيك عليها، إما بنخليها لأنها مطابقة أو بنرجعها، فما بندخلها مباشرة، نحتفظ فيها بمستودع اسمه مستودع استلام حتى ما تختلط ما قبلناه بما لم نقبله بعد. يعني هاي مستودع الاستلام لسه ما حددنا نقبله أو ما نقبله، بنحط فيه البضاعة، بعد ما نفحصها ونتأكد إنها مطابقة بنحولها لمستودع آخر اللي هو مستودع الجملة. مستودع الجملة هذا بكون كبير كثير وبتخزن فيه الأصناف بكميات كبيرة بعد ما تكون عدت من مستودع الاستلام. هلأ قبل لما يجي الوقت قرب وقت الاحتياج يكون عندنا قوائم، الجهات الطالبة نقصد الإدارات داخل المنظمة، الإنتاج شوف محتاجين، التسويق شو محتاجين، ومتى طالبينها، متى بدهم إياها. بس يجي الوقت قرب وقت الطلبية ننقلها من مخزن الجملة أو مستودع الجملة لمستودع آخر اسمه الصرف، هذا بنخزن فيه مشان نمون الجهات باستمرار وعلى فترات متقاربة، نمون الجهات الطالبة. صح. إذا كان عندنا مستودع واحد فقط، ما عندنا غير بس مستودع واحد، عادة حتى هو نفسه هذا المستودع بقسمه لاستلام وصرف وبخصص جزء منه للأعمال الإدارية. نعم، كل مستودع يمثل مرحلة. صحيح صحيح. طبعا هذا في الغالب الكلام، الأنواع هاي المستودعات تجدوها في المنظمات الصناعية وبدرجة أقل في المنظمات الخدمية. الخدمية ما بتطلب مواد بقدر المنظمات الصناعية. نرجع هسه نجاوب على السؤال اللي تبع الاقتصاديين اللي بيقولوا لنا إنه خطأ إنك تحتفظ بمخزون وتعمل مخزن وتحتفظ بمخزون من أصناف معينة. طبعا كلامهم نظريا صحيح، لانه انت بتدفع تكاليف عالية مشان تنشئ مخزن، والمخزن ترى ما تركه انه مبنى عادي، يجب ان يكون مجهز مشان يحفظ حرارة معينة ورطوبة معينة، واشي بده اشعة شمس، واشي بده نعم والهواء، يعني مكلف، انشاء مخزن مكلف. وانتو اكيد درستوا اليابانيين استطاعوا انهم ما يحتفظوا بمخزن ولا مخزون، زي تويوتا على سبيل المثال اخذته جاست ان تايم في الوقت المناسب، يعني المواد بتيجي لما المصنع يحتاجها، فبتيجي ما بتدخل على المخزن، تروح على المصنع. اليابانيين نجحوا فيها جاست ان تايم، طبيعة جغرافية اليابان متقاربة، جزيرة ضيقة نوعا ما متقاربة ضبطت معهم، بس حاولوا يطبقوها بدول ثانية كان في يعني صعوبة كبيرة. يعني في أمريكا مثلا لو بدك أنت تنقل مواد من نيويورك للوس أنجلوس، تخيلوا المسافة بالطائرة بجوز بدها 6 ساعات، فصعب انك توفر بالوقت المناسب، لازم يكون عندك مخزن تخزن فيه. مش كل الشركات، يعني على سبيل المثال هذا جست ان تايم نجحت في تطبيق تويوتا، استطاعت انها تنتج بجودة عالية، سيارات جودتها عالية وبسعر اقل من المنافسين. هذا زمان الحكي طبعا، يعني كانوا متميزين بهذا الكلام، الان الصينيين راح يغطوا على الكل. اليابان الآن تراجعت بصراحة
بالمنافسة عالميا كانت قبل ما تطلع كوريا والصين. نعم، الصوت بعده موجود، الصوت موجود. طيب تمام. طيب ما هي أهمية وظيفة التخزين؟ ليش لازم نحتفظ بالمخزون؟ المخزون بيضمن إنه خطوط الإنتاج ما تتوقفش، وهذا هو الشيء المرعب بالنسبة لنا. إنه يعني أكثر أسوأ شيء ممكن يمر على مدير مخزن ومدير شراء، إنه نحتاج مواد للإنتاج مشان نلبي طلبية للزباين، والإنتاج يحكوا لك أعطينا مواد، تيجي تحكي لهم والله ما عندي أنا، لسه ما وصلت، أو استنوا خلينا نطلب وبدها وقت حتى تصل. هذا معناته إنه توقفت العملية الإنتاجية خلص، جلسوا كل العمال إجازة، ما في شغل. نعم، هذا شيء خطير، ما بدنا تتوقف العملية الإنتاجية. فمشان هيك بنحتفظ بالمخزون، خصوصا إنه في كثير من الأحيان زي في المبيعات الموسمية، يعني لازم نكون مجهزين حالنا للموسم، وهذا بيتطلب إنه يكون عندنا مخزن نخزن فيه بالكمية كبيرة حتى لما يجي الموسم نلبي الاحتياج. أيضا في كثير من الأحيان ما بتقدر تتنبأ بالطلب، وما بتقدر تتنبأ أساسا بالعرض. يعني مثلا في بعض المنتجات الزراعية على إطار العرض، ممكن يكون الموسم مناسب ويكون الإنتاج بكمية كبيرة وبجودة عالية نتيجة إنه ظروف الطقس إجت كويسة، وممكن إنه الطقس يكون سيء ويضرب المحصول ويطلعه قليل وبجودة سيئة. فما بنعرف، احنا لازم نحتفظ بمخزون هذا لو اذا جاهلنا الطلب. تحدثنا فقط في جانب العرض. بعدين ممكن بعض الاحيان المورد يتاخر لاسباب حتى خارج عن ارادته، فيجب ان يكون عندنا مخزون حتى ما تتوقف العمليه الانتاجيه. في ايضا اسباب اخرى اعزائي، زي لما نتوقع مثلا انه السعر راح يرتفع. هون المنطق بحكي اذا بتتوقع السعر راح يرتفع وهذا السائد، جيب وخزن عندك. برضه اذا اشترينا بكميه كبيره بنحصل على خصم، فبعمل مخزن انا وبشتري الكميه كبيره وبحصل على الخصم. تعرفوا البائعين او الموردين كل ما زدت الكميه كل ما اعطاك خصم اكبر، هذا بشجعني يكون عندي مخزون. في بعض السلع طبيعتها بتتطلب انك تخزنها قبل ما تستخدمها، يعني زي ما تستوي اثناء التخزين. زي مثلا بعض الجبن تشيز، بس يتخزن بتعتق بتخمر. الخشب برضه بيقوى بيكسر، فما بصير يتقطع من الغابة ويجيك مباشرة تستخدم، خزنه. نعم، حسب طبيعة المادة وحسب الحاجة. صح يا نجود، تمام. الخضرة ولا الفواكه زي الموز على سبيل المثال، أنا بعرف إنه لازم يتخزن له شوي. طيب أيضا العملية الإنتاجية تتطلب إنه يكون في مخزن فرعي، مخزن تحت التشغيل بنسميه، مخزن فرعي، مخزن تحت التشغيل بنسميه. راح نتطرق لهم الآن بأنواع وظيفية للمخزون. احنا سابقا حكينا عن أنواع المستودعات، الآن أنواع وظيفية للمخزون. في عندنا ما يسمى بمخزون تحت التشغيل، وهاي على سبيل المثال يعني، وهذا ضربت لكم اياه، مصنع اثاث سابقا قلت لكم انه قسم بقص الخشب وقسم بفصل
وبركب. فاللي بقصوا سريعين ما شاء الله، آلات اللي بتقص، فما بيلحقوا عليهم جماعة التركيب. التركيب بياخذ وقت، فبكون عندنا مخزن بتخزن فيه الخشب اللي انقص، وبصيروا ياخذوا منه حسب سرعتهم جماعة التركيب. نعم، تحت التخزين في عندنا المخزون الراكد، وهذا مخزون ننقل فيه المواد التي لم نعد نحتاج لها، ليس لها الآن قيمة بالنسبة لنا أو عائد، طبعا تمهيدا لبيعها وهذا الأصل، أو إذا ما قدرنا نبيعها نتخلص منها. في مخزون الأمان، هذا بشأن نقابل معدلات الطلب المتوقعة وأيضا الغير متوقعة عفوا، وأيضا أي اختلال بمدة التوريد نتيجة أسباب ما نقدر نتوقعها. في مخزون موسمي، وهذا قبل الموسم زي رمضان بيحتفظوا عادة الشركات بمخزون موسمي لرمضان. في عندنا مخزون ترويجي، وهذا أنت قبل ما تعمل الحملة الترويجية، طبعا بس تعمل الحملة الترويجية الناس راح تهب عليك بدها تشتري، فالمفروض يكون عندك مخزون ترويجي مشان الناس لما تيجي يكون عندك كفاية تلبي احتياجهم، ما تطلعش ضحكت عليهم. وفي مخزون التوقعات، هذا لأي توقعات ممكن تحدث وممكن لا تحدث، زي احتمالية ارتفاع الأسعار أو أي ظرف طارئ قد يحدث. بدي أكتفي أعزائي بهذا القدر لأنه عندي كمان شوي لقاء، لأن توقفنا عند التخطيط للمخزون. عندكم سؤال؟ ايوه، المخزون الدوري يحتفظ لطلبات مؤكده، هذا هو المخزون الاعتيادي الاساسي. طيب، حتى القاكم في اللقاء الحي القادم يوم السبت ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احفظوا وين توقفنا عشان المحاضره القادمه تكونوا جاهزين.